طيب خلينا نشوف دلوقتي اول نوع من انواع الرياكشنز اللي هتبقى موجوده واللي هنتكلم عنها، اللي هو اسمه الدايركت يونيون. ودايركت يونيون ليه اسامي كتير، احيانا بيسموه الكومباينيشن او سينثيسيس رياكشن، وهو يعني باين من اسمه ان هو فيه حاجتين بيتفاعلوا مع بعض بيطلعوا حاجه ثالثه. هو في العادي تعريفه ان هو رياكشن او تفاعل ما بين اتنين او مور اليمنتس او كومباوندز، يعني ممكن كومباوند مع كومباوند، اليمنت مع اليمنت، اليمنت مع كومباوند، عشان يديني سنجل كومباوند، بيدي ناتج واحد. وعندنا اكزامبل كتير زي مثلا الايرون لما يتفاعل مع السلفر يديني ايرون سلفايد، زي البوتاسيوم مع الكلورين يديني بوتاسيوم كلورايد، واتمنى ده هنا كومباوند مع اليمنت فما فيش مشكله. المغنيسيوم اوكسايد مع كربون دايوكسيد بيدينا مغنيسيوم كربونيت. ففي اكزامبلز كتير جدا جدا للدايركت يونيون رياكشنز، وزي ما احنا واضح ان هو بيطلع برودكت واحد بس. انا في حاجه بس هبقى عايز نبص عليها، احنا عندنا هنا اتنين فيديوز، واحد للرياكشن بتاع البوتاسيوم كلورايد وواحد للرياكشن بتاع الايرون سلفايد، يعني الاولاني والتاني هما للاسف مقلوبين، يعني كان المفروض بس اكتب ده قبل ده بس مش مشكله. فخلينا نشوف هو اللي حاصل هنا، ان في انبوبه والانبوبه دي فيها البوتاسيوم وهيعدي عليها الكلورين جاز، فده اللي هنشوفه دلوقتي. لو ناخد بالنا التفاعل سريع جدا جدا وعنيف جدا، فبيطلع حرارة كتير وبيخلص يعني بسرعة من غير محتاج اعمل اي حاجة. فده دايركت يونيون، ان في عندي element اتفاعل مع element تاني وطلعوا الموضوع ده. اللي هنشوفه ده بالسلو موشن، يعني هو ال vapors المفروض هتعدي بقى من الناحية دي، وهي اول واحدة شافت الكلورين راحت ابتدت التفاعل، والباقيين ابتدوا يتفاعلوا واحد ورا التاني ورا التاني، واللي طلع عندي في الاخر هو البوتاسيوم كلورايد اللي هو السوليد اللي طلع في الاخر ده. فده اكزامبل واضح جدا للدايركت يونيون رياكشن، نتيجة بس لان البوتاسيوم شاف الكلورين فتفاعلوا مع بعض وطلعوا البوتاسيوم كلورايد ده. هنشوف بقى اكزامبل تاني للايرون سلفايد. هو هنا عنده سلفر باودر وايرون باودر، وحطهم هما الاثنين على بعض وهيخلطهم كويس علشان يبقى يعني الاثنين مع بعض متجانسين او يبقى مخلوط متجانس. هيحطه دلوقتي على الترابيزه دي ولا على السطح اللي هو حاطه ده. لو ناخد بالنا هو ما حصلش اي تفاعل لسه، هو كل اللي حصل ان هو خلطهم مع بعض وما حصلش اي رياكشن. وبعدين دلوقتي هو هيجيب نار وهيجيب يعني خلينا نشوف، يعني هيجيب الفليم دوت، وهو دلوقتي بيولعه، وهيجيب الجلاس رود اللي معاه دي هيسخنها بالنار، يعني هيحط الجلاس رود دي علشان يضمن ان هي درجة حرارتها يعني عالية، ولما تستسخر وتحمر شوية هيروح زي ما احنا هنشوف دلوقتي ياخدها ويخليها تلمس الايرون والسلفر اللي موجودين مع بعض دول. فهو اللي هيحصل ان هو ابتدى عمل انيشيشن للرياكشن، يعني هو ابتدى التفاعل وصلهم لدرجة حرارة يبتدوا يتفاعلوا فيها مع بعض والرياكشن كمل لوحده، يعني الايرون والسلفر شغالين قاعدين يتفاعلوا ويطلعوا فيومز وبتاع. وفي الاخر خالص هو بقى عنده برودكت جديد، لا هو ايرون ولا سلفر، ونتج من تفاعل الايرون مع السلفر زي ما احنا شفنا من شويه. فده الاثنين فيديوز دول امثله ظريفه للايرون سلفايد، للاسف للدايركت يونيون او الكومباينيشن رياكشن. في حاجة بس مهمة نبقى يعني فاهمينها، ان مش كل البرودكتس بتاعت الدايركت يونيون رياكشن هيبقوا زي بعض، وان الحاجات اللي هتطلع ممكن تبقى مختلفة في الاستابيليتي وفي انواع البونتس اللي بتتكون. فخلينا نبص بصة كده على الحاجات اللي موجودة. يعني مثلا عندي مثال للاوكسايد، فانا عندي هنا كابر اوكسايد وسيلفر اوكسايد وايرون اوكسايد، دي ممكن تحصل من الدايركت ده بعكس الكابر اوكسايد دوت، ده انت لو جبت شويه نحاس سلك نحاس وسبته في الهواء بيتاكسد على طول، يعني هو بيوكسدايز بسرعه جدا جدا، خربشه كده شويه هيكون اوكسايد على طول. فهو يعني راد بيعمل الاوكسيديشن بسرعه رهيبه، الفضه بتعمل اوكسيديشن بسرعه، الذهب مش قوي، وعشان كده الذهب من النوبل ميتالز، يعني الغازات او للاسف المعادن النفيسه، ما بيعملش اوكسايد بسهوله، ولو عمل اوكسايد سهل قوي ان هو يرجع تاني. الفضه بتتاكسد
بس بتبقى سهل شويه. يعني حتى لو جينا نشوف هنا الكبر اوكسيد ده، علشان اعمل له ريدكشن محتاج اوصل له درجه حراره 1050، درجه حراره عاليه جدا. الفضه ممكن عند 200 ترجع تاني، الاوكسيد بيتكسر. الذهب عند روم تمبرتشر هو بيبقى ما بيعملش اوكسيد خالص. فده من الميزات بتاعت الذهب، عشان كده الذهب غالي، لان هو ما بيعملش اوكسيد وبيحافظ على شكله على بريقه على حاجته يعني. فالاوكسيدز كل ما بنزل تحت خلاص، يعني كل ما الـ بنزل تحت الاستابيليتي بتاع الاوكسيد بتقل خلاص. وهنشوف حاجة تاني، ان احنا ممكن يبقى عندنا حاجات يعني في نفس الجروب خلاص، او في نفس البيريود اسف، ويبقى نوع البوند مختلف، مع انه برضو هيبقى بالدايركت يونيون. فانا عندي هنا الصوديوم والكلورين بيعمل لي صوديوم كلورايد، اللي هو يعني ايونيك بوند، وايونيك بوند قوي جدا، وكنا اتكلمنا عليه المره اللي فاتت لما جينا نتكلم على الايونيك بوند، ان هو الميلتنج بوينت بتاعته عاليه جدا جدا. فانا علشان احوله لليكويد محتاج اوصل درجه حراره 800 وشويه خلاص. لكن الفوسفورس كلورايد دوت مفيش، 250 ويتكسر، لان هو كوفيلنت بوند. فانا بس عايز الناس ما تبقاش متلخبطه بين حكايه البوند وبين الرياكشن. الرياكشن ده اللي هو ازاي بيتفاعلوا مع بعض، والبوند بيتكون على حسب اماكنهم في البيريودك تيبل. دي حاجه احنا كنا اتكلمنا عليها برضو قبل كده، ان مكان الاليمنتس بيحدد لي هم ايه نوع البوند اللي هيتكون بينهم. فده بالنسبه للرياكشن الاولاني اللي هو دايركت يونيون. في رياكشن تاني اللي هو عكسه بقى، اللي هو الديكومبوزيشن، ان انا ببقى عندي مولكيول وهتتكسر للمكونات الاساسيه بتاعته. ودي بيبقى ليها يعني حاجات كتير على حسب نوع الحاجه، انواع الكومباوند اللي بيتكسر. فانا عندي مثلا حاجه زي الاسيدز بتطلع لي هيدروجن، واللي فاضل بقى الراديكال بتاعه بقى، فهيديني مثلا الاتش سي ال هيديني هيدروجن وكلورين، السلفوريك اسيد هيديني هيدروجن، او احيانا بتطلع ووتر فيبر. فعلى حسب يعني، في حاجات بتطلع هيدروجن وحاجات بتطلع ووتر فيبر. فهي فالسلفوريك اسيد هيطلع لي الووتر فيبر واس او 2 ونص اكسجين، النيتريك اسيد نفس الحكايه ووتر وان او 2 اكسجين خلاص. هلاقي ان في حاجات الهيدروكسيدز دي بتبقى غالبا بتطلع اكسيد وميه، فزي الكالسيوم اوكسيد، المغنيسيوم اوكسيد، السيلفر اوكسيد هيديني سيلفر، اسف هيدروكسيد هيديني كالسيوم اوكسيد وميه، سيلفر اوكسيد وميه، امونيوم بس عشان هي الامونيوم دي مش اوكسيد اساسا، هي امونيا وميه، فهتطلع امونيا وميه هترجع زي ما كانت. هلاقي ان في حاجات بقى الراديكلز المختلفه بتديكومبوز باشكال مختلفه. فانا عندي مثلا الكربونيت اللي هي اخرها سي او 3 بتديني اوكسيد وكربون دايكسيد، زي كالسيوم كربونيت كده هيديني كالسيوم اوكسيد وكربون دايكسيد. الباي كربونيت يديني اوكسيد وكربون دايكسيد ووتر فيبر، زي مثلا الصوديوم باي كربونيت يديني صوديوم اوكسيد وكربون دايكسيد ووتر فيبر. النيتريت هيديني ميتال اوكسيد ونيتريت واكسجين، فهيديني المنظر ده خلاص. ف الديكومبوزيشن بتعتمد بشكل كبير على نوع الكومباوند، ليها يعني ايه، زي ما نقدر نقول كده جنرال رولز، احيانا بيبقى ليها بعض الاستثناءات، بس الجنرال رولز دي ممكن بتطبق على معظم الحالات اللي موجوده. السلفيتس هتديني كابر اوكسيد وسلفايت برضو، دي وهتلاقي ان هي منطقيه، يعني الكلام ده منطقي، لان هي الكربونات اكيد هيطلع كربون دكسيد، الباي كربونات برضو هيطلع كربون دكسيد بس هيديني ميه معاه، النيتريت هيديني نيتروجين اوكسيد. فهي منطقيه يعني، مش حاجه صعبه ان الواحد يتوقعها يعني. اللي احنا شايفينه ده الكالسيوم نيتريت لما بيحصل له ديكومبوزيشن، هو بيعرضه لدرجه حراره علشان يكسره ويرجعه للكومبوننتس الاساسيه بتاعته. طبعا احنا عارفين ان النيتروجين اوكسيد ده بيطلع بيبقى كلرلس، بس بيتحول في الهواء لنيتروجين اوكسيد ان او 2. فهو اللي بيعمله ان هو بيطلع اكسجين اهو، هو بيجيب العصايه اللي فيها يعني نار بسيطه ويدخلها جوه، فالاكسجين اللي طلع ده بيخليها تولع اكتر. الاكسجين عمال يطلع، وعدي عدد بقى اللي لهيه، فالاكسجين عمال يطلع فيخلي الاحتراق يحصل، يعني بيسرع عمليه الاحتراق. وفي نفس الوقت لو تاخدوا بالكم هنا في ابخره بنيه طالعه، دي اللي هي النيتروجين ان او 2،
اللي هي ال NO، وهتتفاعل في الهواء تديني ال NO2. فده شكل من اشكال الـ decomposition reactions اللي يعني سهل ان احنا نشوفها لان الابخرة بتاعتها واضحة. لو عندي كربون دايكسيد هيبقى صعب شوية، لازم اجيب بقى litmus paper علشان اشوف اللون وهو بيتغير فاعرف ان في كربون دايكسيد طالع. لكن بشكل عام ده الـ decomposition reactions. هوقف هنا، والمرة الجاية ان شاء الله نكمل بقى الرياكشنز التانية. والسلام عليكم.